اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. نستأنف حوارنا مع معالي وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار. دكتور محمد، قبل الفاصل كنت تتحدث عن ان هناك اتجاه ونزع لدى جماعات العنف والغلو والارهاب لشيطنه الانظمه، وربطت هذا بالكليه الاولى او السادسه ايا كان ترتيبه، وهو الحفاظ على الدوله. هل هذه الانظمه، هل هذه الجماعات عندما تتجه لشيطنه الأنظمة أيا كان نوعها، وهم نعلم أن مؤسسهم سيد قطب قد كفر كل من على وجه الأرض قاطبة، هل نستطيع أن نقول أننا إزاء جماعات أو أفكار أقرب إلى الفوضوية بحيث تترك المجتمعات بلا ضابط ولا رابط ولا دول ولا أي شيء؟ أنا أقول لحضرتك يكاد يكون ما أجزم به على الأقل من رؤيتي الواقعية. هذه الجماعات يعني لو هكون متحفظ قوي أقول معظمها، ولو مش هتحفظ أقول كلها. أنا أقول معظمها عشان بس يعني الاحتياط الديني على أقل تقدير، مرتبط بالعمالة والخيانة والتمويلات والاستخدام الخارجي. ومعظم هذه الجماعات أنشئت من قبل قوى استخباراتية لتحقيق أهدافها. ولو أنت بحثت في نشأة هذه الجماعة الإرهابية المسمى جماعة الإخوان المسلمين، نشأت بالتوازي تقريبا مع الكيان الصهيوني، ليكون لك عدوان أحدهما يطعنك في الوجه والآخر يطعنك في الظهر، وهذه الجماعة الضالة وطعنة الظهر أشد أنك. طبعاً. هذا جانب. الجانب الثاني الآخر أن هذه القيادات يعني أكاد يكون التاريخ والواقع والجملة يثبت أنها على دايماً على مبادئ الخيانة والعمالة، واستطاعوا أن يغذروا ببعض الناس من المخدوعين أو المغرر بهم، وأن يغيبوا عقولهم بآليات تعرضنا إحنا. أقول لك إحنا عملنا إيه في وزارة الأوقاف عشان نواجه هذا. لكن هيختم النقطة بحاجتين. هو عشان يبني يحقق أهدافه لابد أن يهدم الدولة، وحتى يهدم الدولة لابد أن يشوه النظام. فقلت هذه الجماعات لا يمكن أن تنشأ في دولة قوية. تنشأ في دولة قوية فين؟ هي لا تقوم إلا على أنقاض الدول. صحيح. ولا تقوى إلا في أشباه الدول. وكل ما يقوي الدولة يضعف هذه الجماعات، وكل ما يضعف الدولة الجماعة بتعتبر قوة ليها، ولذلك هو يلجأ إلى التخريب. فهو يعمل إلى إضعاف الدولة. كيف يضعف الدولة؟ بتشويه الأنظمة. حتى قلت لو جئتهم بمن هو في عدل عمر، هو يعمل على شيطنة أي نظام حاكم، مع إن ديننا قال إن من إجلال الله من هذا السلطان المقصد. والحاكم لا تعني فقط رئيس الدولة، الوزير في منطقة حاكم، والمحافظ في منطقة حاكم. صحيح. ونقيب الصحفيين في منطقة حاكم، ومدير المستشفى في كل واحد، كل من ولي ولاية. طب انت بقى تعالى على اي حد في اي مؤسسة، لو جاءك مسؤول عادل ان شاء الله يكون ناظر مدرسة او مدير مستشفى على اي مستوى مستثمين او مدير ادارة تعليمية او اوقاف، وهذا الحاكم عادل ويريد الاصلاح، انت اذا لم تسانده ولم تقف الى جانبه ابتليت بمسؤول ظالم. صحيح. ثم الجانب الاهم بقى، كثير من الناس يقول لك اصل انا يعني تعرف اللهجه دي في السنوات الاخيره كانت كترت، لا اصل انا ما بحبش اجامل ولا انافق، وكان قول الحق اصبح نفاقا. النفاق ان تقول خلاف الواقع، لكن ان تذكر الواقع وان تقول للمحسن احسن وللمجتهد اجتهد، هذا من عين الاسلام ومن احقاق الحق. لانك اذا لم تساند الحاكم العادل او المسؤول العادل ضيعته وابتليت بمسؤول ايه؟ ظالم. فالاسلام جعلك. طب الامام مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح كلنا. اظن حتى كلنا من المثقفين حافظينه. صحيح. فضلا عن علماء الدين، سبعه يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. أول واحد يظن تحت ظل مين؟ الإمام العادل. الإمام العادل. نعم. وفي حديث صحيح ثلاثة لا تؤد دعوتهم. صحيح. الإمام العادل. يبقى لما الإمام العادل ده يحتاج منك المساندة، مش يحتاج منك إنك أنت تكون. نعم. حملا عليه.